بتكلم على مسجد مهم في مدينة شرم الشيخ، هو يعني مهم جدا وعلى مساحة ما يقترب من 3000 متر مربع، يعني مساحة كبيرة جدا. والمسجد ده بالقرب من السوق القديم، وتم إنشاء واحد من أغرب وأعجب المساجد على أرض مصر، وهو مسجد الصحابة. المسجد تم تصميمه بشكل يجمع ما بين أنماط معمارية مختلفة، جماعها يمكن بينتمي لطوز إسلامية مصرية مختلفة، لكن لما بتنظر أو بتشوفه كده للوهلة الأولى بتحس إن أنت موجود في قصة من قصص ألف ليلة وليلة. يعني اللي راح شرم وشاف المسجد واللي هنعرضه لحضراتكم هتحس إن أنت موجود في، يعني لما بنسمع حكايات ألف ليلة وليلة أو بنشوفها على التلفزيون أو حتى بنقرأ صورها في الروايات. خلونا تعالوا نشوف أكتر ونعرف أكتر عن مسجد الصحابة، المنارة الإسلامية على أرض السلام شرم الشيخ. أيقونة متفردة في فن العمارة الإسلامية في العصر الحديث، فشموخ وبهاء بنائه وجمال تفاصيله المعمارية التي تجسد طرازا فريدا لم يرى مثله في مصر جعله وكأنه مستوحى من قصص ألف ليلة وليلة. إنه مسجد الصحابة، ثاني أكبر المساجد بمدينة شرم الشيخ. المسجد شيد بمنطقة السوق القديم على يد المعماري المصري فؤاد توفيق حافظ، الذي لم يتلقى أموالا نظير مجهوداته ليكون أحد أهم المزارات السياحية في مدينة السلام، وبالتكلفة مالية بلغت 23 مليون جنيه مصري. اعتمد حافظ في تصميماته على الاقتباس والدمج بين بعض الطرز المعمارية الفخمة المستخدمة بالمساجد قديما، مما أعطى للمسجد فخامة وجمالا. فالطراز العثماني يظهر في القباب النحاسية، أما المقرنسات الموجودة بمئذنة المسجد واستخدام اللون الذهبي في الأبواب تميز به العصر المملوكي، إضافة إلى الطراز الفاطمي والذي يظهر في زقاق الصحابة. يشتمل المسجد الذي يمتد على مساحة 3000 متر مربع ويستوعب نحو 3000 مصل، يشتمل على مأذنتين شاهقتين بالإضافة إلى عدد كبير من القباب. أما صحنه الرئيسي فتبلغ مساحته 1800 متر ويسع ل 800 مصل، وداخله رواق بمظلتين للصلاة و36 دورة مياه، إلى جانب المباني الخدمية والوحدات التجارية التي تعمل كوقف للمسجد. لمسجد الصحابة دور قد يبدو مختلفا عن بقية المساجد المصرية، فمظهره المعماري الفريد ووقوعه في منطقة سياحية هي الأهم في مصر، جعل من المسجد منارة دعوية تثقيفية أمام السائح الأجنبي، وأصبح أهم صرح إسلامي تم تشييده في الألفيات الثالثة.